طيب احنا جايين دلوقتي نفتح موضوع نثير فيه الجدل والجدال. تعالي بس نبدا نرجع بس الموضوع لاصله الاول. نرجع الموضوع لاصله دلوقتي. احنا بنتكلم على الاكل والحاجات والبتاع والكلام ده كله نقطه ومن اول السطر يعني ماشي. بنتكلم عن الاكل وبنتكلم عن الحاجات وكده. ففي مثل مشهور جدا بيتكلم عن قصه ان الراجل بيدفع الفلوس فالست بتعمل الاكل يعني. ما بحبش اللهجه بس اللي هو مكتوب بيها, ولكن هو طبعا مثل كلنا عارفينه. المهم يعني فخلينا نتكلم لو احنا بقى رجعنا الاكل لاصله اللي هو الفلوس اللي جت والكلام ده كله, ووصلنا لنقطه هي شائكة نوعا ما, وهي معلش ما تاخذونيش في الكلام, الأمور المالية. أنا عارف إن الأمور المالية بتزعل. لا مش بس الأمور المالية. الأمور المالية بين الزوجين. يلا. الأمور المالية حاجة. يلا. وبين الزوجين دي حاجة تانية خالص. طبعا طبعا. عايز أقول لك عزيزي المستمع إن الأمور المالية بين الزوجين ليها إتيكيت. وإحنا جايين لك النهاردة نقول لك إزاي تتعاملوا بإتيكيت أو بشياكة في الأمور المالية اللي بينكم. عندنا بضع نقاط هنتكلم عليهم دلوقتي حالا. هتبدأ أنت ولا أبدأ؟ لا أبدأ أنت طبعا. أنا بالنسبة لي أنا أعرف إن هو بيبقى فيه يا إما حاجة اسمها الذمة المالية منفصلة, يا إما سلاح مداح. ده النظامين. سلاح مداح اللي هو في عركة. سلاح مداح اللي هو إيه, اللي في جيبي في جيبك واللي في جيبك في جيبي وحاجات كده. فلوس في الدرج. أي فلوس في الدرج الله يفتح عليك. لا في بقى التانية اللي هي بتاعت إيه, الذمة المالية منفصلة. لا نقطة نظام. عندنا نقطة نظام. أول حاجة لازم يبقى فيه الاتصال والتواصل زي الجدل والجدال اللي قلتهم من شويه. الاتصال والتواصل من الضروري ان يكون في تواصل بين الزوجين في المسائل الماليه. يتكلموا فيها, يناقشوا اهدافهم. يناقشوا اهدافهم الماليه طبعًا. تحديدا طبعًا. وان هم يحطوا خطه ماليه مشتركه تشمل الميزانيه الشهريه والمدخرات والاستثمارات. نقعد كده انا وانت ورقه وقلم سيدي الفاضل, ونقعد نشوف انا دخلي ايه وانت دخلك ايه وايه خططنا للمستقبل. مدخرات واستثمارات. ايوه يا نهار ابيض بجد. طيب يا جماعه بصوا, في كلمه كده اللي هي فكره الميزانيه المشتركه. فكره اللي هو ايه, يبقى في ميزانيه مشتركه بيتحدد فيها الدخل والمصروفات والاموال بتتوزع ازاي في البيت والكلام ده كله. دي برضو حاجه مهمه جدا. أيوة. لازم الزوجين يشاركوا في اتخاذ كمان القرارات الماليه المهمه دي. أيوة. يعني مش يبقى هو بس او هي بس اللي بتقرر الفلوس دي هتصرف ازاي. لا طبعا لا طبعا. الشراكه في الموضوع ده هو ان انت تحط الفلوس, انا شاركك في كيفيه صرفها. هو بيقول كده. هو ما هي دي الشراكه. انت عملت حاجه, انت انا لازم اعمل حاجه, انا اصرفها طبعا. انما انا طبعا. لو انا وانت بنعمل نفس الحاجه ده مش لا طبعا. فين الجديد؟ ما ينفعش طبعا. فين الجديد طبعا؟ لا الدنيا. انما انت تحط فلوس انا اعرف ازاي اصرفها. هو ده المنطق. ده المنطق. اي والعدل. هو ده المنطق والعدل. ده العدل. حرام عليك. تالت حاجه الشفافيه. طبعا. مرتبك بالبونس بتاعك بكل دخلك بكل الحاجات اللي بتدخل لك فلوس كل اي حاجه معايا. بالظبط كده قدامي هنا. الشفافيه. ونقرر سوا برضو انا هصرفها في ايه. الشفافيه بتقول لازم يكون الزوجين صادقين وشفافين جدا بشان الامور الماليه. لازم يناقشوا الديون المشتركه والمسؤوليه الماليه المشتركه بصراحه وبدون تردد. تعال قول لي عن الديتس اللي عليك, الديون اللي عليك. انا سمعتها حاجه تانية وانا هقول لك معلش. برضو دي نوع من انواع الشراكه. سمعتها الديتس اللي عليك. لا الديتس اللي هي انا قلت هو عنده ديتس مثلا بيصرف فيها او حاجه زي كده. لا ده ما لا انا ما بعرفش بقى الحكايه دي. يعني انت تعملها وانا ما اعرفهاش. عادي مش مشكله. بس احنا بوظنا. مش مأثر عليا. تمام صح والله. تعالي هاي فاي طالما احنا بعد ما قفشتكش فانت تمام. ايه الجمال ده؟ بس فانت الجمال ده ايه ده بجد؟ حرام عليك يا جماعه. لو اي اتنين كابلز بيروحوا الشغل مع بعض ما تتخانقوش. كابلز ايه بس دلوقتي؟ كابلز ايه؟ حرام عليكي بجد. في نقطه كمان. اتفضل. ها اقول انا الشفافيه. لا بعد الشفافيه. بعد الشفافيه في تخطيط للمستقبل. ان احنا نخطط مع بعض. لا كان في قبلها الاحترام والتقدير على فكره. ما خلاص ما احنا فرتكناها دلوقتي واحنا بنتكلم. احترام ايه وتقدير ايه؟ حلوه طبعا مهمه طبعا اكيد الاحترام والتقدير, بس يعني هيكون محتوى ايه الاحترام والتقدير؟ قول لنا اتفضل. لا صح ما فيهوش الاحترام والتقدير ده. ايوه لازم الزوجين يحترموا قرارات بعض طبعا فيما يتعلق بالمال. طبعا. يعني لما اقول لك انا عايز اصرف في حاجه ما تعارضنيش وتعاندني. ليه بقى؟ ليه لان بقى؟ انا شايفه انها حاجه مهمه. وانا اللي مدوره البيت ده خلي بالك. يعني انا غلطان من الاول على فكره بجد بجد. هو غلطان من الاول. انا لما اقول لك على حاجه لازم يبقى فيه احترام وفي تقدير طبعا طبعا. بس لا افكاري. اتفضل. التخطيط للمستقبل بقى نخطط بقى للمستقبل بقى. ما احنا خلاص ما احنا صرفنا كل حاجه. المهم يعني ان المفروض يكون في رؤيه مشتركه ان شاء الله للمستقبل المالي, ونحط خطه للتوفير طبعًا. وخطه برضو للاستثمار ان شاء الله عشان نحقق الاهداف المشتركه زي ان احنا نشتري بيت او نعلم اولادنا ان شاء الله. اهم حاجه بقى, اهم حاجه والنقطة الأخيرة ستدهشك, الحفاظ على الإيجابية. أوبا. يجب أن يكون هناك تفاؤل وإيجابية في التعامل مع الأمور المالية.
ممكن نحتفل بالتحسينات المالية وتقدير المجهود المشترك لتحقيق النجاح المالي. يعني أنا لما اشتري حاجة من فلوسك أنت لازم تقول قد إيه هي حاجة جميلة وتحتفل بيا وبذكائي في حاجة؟ طبعا لا 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 طبعا طبعا, طبعاً. لازم تحتفل بذكائي وقد ايه الحاجه اللي انا جبتها دي جميله. يعني لما اجيب قطعه البيض مثلا, قشره اللب, الحاجات دي, الحاجات اسمها قشره اللب. قشره اللب اللي هو البطه اللي بتنور في الضلمه عشان بنعمل جو لطيف. طبعا طبعا الحاجات دي كلها حاجات جميله لازم تقدرها وتحترمها. على فكره لا, الف سلامه الف سلامه.